عايزين نرجع البيت علي. مصدق ان انا ما قتلتهاش. مش بس مصدقها، انا واثقه. مالك في ايه قلقتيني؟ طمنيني بس، انت بتعيش عامله ايه؟ كويسه الحمد لله، هتخرج من المستشفى بكره ان شاء الله. انا مريت بايام صعبه قوي اللي فاتت دي، بس الحمد لله على كل شيء. اجيب لك حاجه تشربيها؟ لا، انا لازم اروح لمامي المستشفى على طول. انت قلتي لي ان انت عاوزاني عشان حاجه بخصوص عمر. في ايه يا ابو سعيد؟ في حاجة بخصوص عمر لازم تعرفيها. ايه؟ عمر يعرف واحدة تانية؟ يعرف. انا كان قلبي حاسس بعد كل السنين دي كلها عمر بيخوني يا ابو سينا. متجوزين بقالنا فترة، أنا حتى كنت حامل منه. أنت يا أبو زينة، أنا كنت بعتبرك أختي. أنا فتحت لك بيتي، بتخطفي جوزي مني ومن عيالي. أنا ما خطفتش حد، أنا وعمري بنحب بعض من زمان أوي، قبل حتى ما اعرفك، ومن قبل ما اتجوز امجد. عشان كده اول ما اتطلقت انا وامجد اتجوزنا على طول. هي المشكله بس لو طلقني عشان خايف على بيته وولاده، بس هو لسه بيحبني. هو قال لي ان هو لسه بيحبني. يا علقتي يا عليا، ممكن تحل لنا المشكله دي كلها؟ مش فاهمة. انت عايزة ايه؟ انت عايزة نصلح بينك وبين عمر؟ عليا، انت عندك بيتك وولادك ومامتك، انا ما عنديش حد خالص، انا ما عنديش غير عمر. صدقيني عليا، انا مش هقدر اعيش من غيره. انت عايزة اسيب لك جوزي؟ يا عيني، بجد على قد ما انا مش قادرة ابص في وشك، على قد ما انت صعبانة عليا. عليا استني، احنا لازم نشوف حل. ليه عليا؟ استني يا عليا، استني بس. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.